أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو لقاؤنا اليومي في هذا الشهر الفضيل، وهذا اليوم يوم الجمعة. نحييكم مشاهدينا ببركة هذا الشهر الكريم وبركة هذا اليوم، ونحن نلتقي معكم في هذه الحلقة من برنامج فتاوى مع صحبة شيخنا الجليل الدكتور محمد أحمد حسن. مرحبا بك يا شيخنا في هذا اللقاء. نحن بنتكلم في هذا الشهر الفضيل، وكل العبادات فيه مطلوبة الآن. نحن في شهر الصبر والمصابرة. اليوم سنتحدث عن نقطة مهمة جدا وموضوع بالأهمية بمكان، وهو العفو عند المقدرة. نحن عارفين مرات الصيام هذول لو ما صبر عليه بيكون متعرض يعني للغضب وكده. كيف الإنسان يعفو عند المقدرة؟ بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والعفو عن المقدرة يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لنا أسوة حسنة نقتدي به. في كفار مكة كان بيعذب الرسول وأصحابه 13 سنة في مكة. بعد ذاك قال الفتح المبين، الهجرة للمدينة، وربنا عز المسلمين بالهجرة لأهل المدينة، وجاء فاتح مكة ب10,000 فارس. حاصر مكة، أهل مكة شافوا الجيش العظيم ده استسلموا. بعدين بعد فتح مكة جابوا له كفار قريش اللي كان بيعذبوا أصحابه 13 سنة. ده كان في إمكانه الرسول فاتح. قائد فاتح كان في إمكانه ينادي اثنين من المجاهدين: تعال قطعوا رسول الناس دي. كان يقطعوا رسول الناس دي يتكلم ما في، يقول يا دافع عن نفسه ما في. لكن شوف عند المقدرة مدن قرروا سنة كفار قريش من الخيلة والخوف. قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لهم: فاسحبوا فأنتم أطلقاء. عفى عنهم، سامحوا. العفو عند المقدرة. يقول نحن نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام ان احنا نعفي في ساعة المقدرة، معناته انت تمكنت من ان تأخذ حقك من الظلم ده، لكن سامحت. هذا اسم العفو عند المقدرة. وبرضو امثلة تاني، الرسول عليه الصلاة والسلام كما قرينا في السيرة كان في غزوة من الغزوات، والدنيا كان حر، جو في وادي كده فيه شدر، كل زول من الصحابة على سيف فرع الشدر وقت في ظلة. الرسول عليه الصلاة والسلام من ضمنهم اللي قالوا شدرة علق سيف فرع الشدر وقت في ظل الشدر. جاء واحد من الكفار ديل بشيش بشيش، الرسول نايم عليه الصلاة والسلام، شال السيف وسله وهزاه. الرسول صحى، قال لي: يا محمد، من يمنعك مني الآن؟ السيف في يدي، أصحابك بعيدين منك. الرسول عليه الصلاة والسلام متوكل على الله. قال له: الله. طوال الرجل ده إيده رجفت، السيف وقع من إيده. الرسول بشيء شال السيف وقال له: أنت اللي بيمنعك مني منو؟ العربي قاعد يجرس. سامح، عفى عنه. يعني كان هو ذات العربي ده استغرب إنه زين، وكنت دار كنت سامحني. الرجل دخل في الإسلام. أسلم. هذا العفو عند المقدرة. شوف زول كان دار يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا أنقذه وتمكن، كان يقتل زول لكن عفى عنه. اسم العفو عند المقدرة. ثواب عظيم وأجر عظيم لنا في رسول الله أسوة حسنة. الله سبحانه وتعالى طبعا يقول في الآية: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. برضو في مجلس الشورى بتاع الصحابة أمير المؤمنين كان حاكم المسلمين، وفي المجلس منعقد، جاء واحد من الصحابة داخل طوالي بدون استئذان، وطوالي قال: يا ابن الخطاب، إما أن تعطينا الجزل وإما أن تحكم فينا بالعدل. كلام جاب كده، لا سلام لا كلام، بس يا ابن الخطاب، ما قال يا أمير المؤمنين، يا ابن الخطاب، إما أن تعطينا الجزل أو تحكم فينا بالعدل. الرسول عمر بن الخطاب غضب، ما إنه بشر. طوالي واحد من الصحابة قال: يا أمير المؤمنين، إن الله تبارك وتعالى قال لنبيه: خذوا العفو، خذوا العفو واعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. عبد الله بن عباس والله قال: والله ما تجاوز عمر، ما تجاوز الكلمة دي، مجرد يا طوال عمر راح من الغضب وسامح. هذا العفو عند المغدر. طيب الأجر، قلت أجر عظيم جدا كده، نشوف العفو ده أجر قدر شنو حتى الآن؟ طيب ده علم عند الله. الأجر ده عند الله، أي الحسن بعشر أمثالها وقد ضاعف ربنا.
هو فعلا قال من عفا واصطحب كان اجره هو. هذه حنيه نشوف في العفو في سوره ال عمران قال تعالى: وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يعني ربنا عد العباد المتقين ودانا صفة المتقين ديل. قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ودانا صفات المتقين الذين ينفقون في السراء يعني يصدقوا من في الفرح والكره والغنى والفقر يصدق من مال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ يأخذ من الغيظ معناته يزعلوا ما بيدقيه ولا بيفكر في الدوام والتسامح والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس عند العفو درجة عالية صفة من صفة المتقين. والمتقين ربنا عد لهم الجنة عرضها السماوات والأرض يوم الزول الدار يدخل الجنة عرضها السماوات والأرض يحفو عن من ظلم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يشرف له البنيان وترفع له الدرجات فليعفو عن من ظلمه ويعطي من حرمه ويصل من قطعه. أي يعني جلد يوم الغيام ربنا يعلي درجاتك دي درجات كبيرة. أي تعفو عن من ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك. والتدين صعبة جدا ما بيقدر عليه لأن الناس بني إيمان قوي. تعفو عن ظلمك العفو نزول الظلم ده درجة عالية ما بيقدر عليها كل الناس. وتصل من قطعك زولك مقاطعك تواصل وتعطي من حرمك. انت زمان كنت فقير وأخوك غني ما كان بيساعدك هسه حصل العكس بقى فقير وانت بقيت غني. ما تقول اخوي ده زمان لما كان فقير ما كان بيديني ادي وتعطي من حرمك. نعم سنعود لكم مشاهدي الكرام مع شيخنا الجليل محمد احمد حسن بعد الفاصل ابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية زين. رمضان أحلى في السودان. رمضان أحلى في السودان. هذا البرنامج برعاية زين. رمضان أحلى في السودان. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه الحلقة من برنامج فتاوى بصحبة شيخنا الجليل الدكتور محمد أحمد حسن. بدينا حديثنا في هذه الحلقة شيخنا عن العفو وذكرنا الحديث بدينا نشرح فيه أنه أن تعفو عن من ظلمك. أيوة سعى عن أبي بن كعب رضي الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يشرف له البنيان وترفع له الدرجات فليعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه ويصل من قطعه. وبعدك الثلاثة دي صعبات. أيوة. صعبات على النفس. الزول بيتغلب عليه إن يكون عنده درجة عالية من الإيمان. إنك تعفو عن زول الظلمة دي صعبة. لكن زول لو يتغلب عليها ونفسه وكده عفا أجر عظيم. تعفو عن من ظلم وتعطي من حرمك. زمان انت كان اخوك ده غنيان وانت فقير ما كان بيساعدك ولا بيجيب خبرك. هسه حصل العكس, بقيت انت غني واخوك بقى فقير. ما تقول الزول زمان لما كان محتاج ما كان بدي, لسه ما بدي. لا ادي تعطي من حرم, وده حاصل الان. اي صح, تعطي من حرم وتصل من قطعك. كمان زول ما بيجيك وما تقول الزول ده ما قاعد يجيني انا ما بمشي ليه تمشي ليه. يقول الزول بيتغلب على الحاجات دي يكون درجه عاليه من الايمان. طيب كيف الانسان يتغلب عليها؟ لانه دي حكايات صعبه جدا الانسان يتغلب عليها. والحاجة يتذكر انه دي اوامر من الله. ربنا امرنا ان بصله الارحام. اي وكده يقول نحن بننفذ اوامر الله. وكمان شيء يعني حسان على الاعمال دي وفيها ثواب عظيمة أجر عظيم. الله عنده طمعان في الدار الآخر ودار الجنة والنار, بيفتش في العمل بيؤدي للنجاة من النار ودخول الجنة. والعفو وصلة الرحم وتصل من قطع وتعفو عن من ظلم وتعطي من حرم, دي كل أعمال طريق وصل للجنة. الزول بيحب دار يدخل الجنة ما بيقصر فيها. ودي حقيقة. يمكن يكون التلفونات كانت بتجينا في اليومين اللي فاتت فيها يعني فيها ناس بيقاطعوا بعض, يبدو انه لو استصحوا معهم هذه المسائل بيكون طلع من المسألة دي فعلا. لا لو جل عفا واصلح ده ما يقول عظيم. نعم معانا تلفون. الو مرحب. معانا ميم. ايوه من الجزيره, مرحب بك. الو معك ميم من نعم معانا متصله قالت ميم من الجزيره. مرحب. الو الو مرحب بك. معاك احنا يا اخي معاك. بسال عندي اختي عيانه. نعم. عندها 6 رمضان ما صامت. 6 من رمضان ايام. 6 شهور. يعني 6 سنوات ما صامت. لا 6 سنوات وراجل عيان ويعني ما عندهم حاجه في الدنيا. هي ذات كانت عيانه 6 شهور. ايوه هي 6 سنوات عيانه. سي بقت كويسه خلاص. راجلة عيانة أي وهي ذات عندها جلطة عيانة برضو وقدر البدالهم بدخلات البيت يعني ما عندهم حاجة عشان تفطر. يعني هي مرض مستديم يعني. عندها جلطة في الرئة. أيوة تاخذ علاجات مستديمة. أبوي عنده شهرين برضو عيان. أبوك ما في زول بيصرف عليه؟ يا أبوك إذا عيان يعني مؤقت والعيان مستمر. أبوي عنده جلطة والله ممنوع من الصيام. عنده مرض مزمن. كويس خلاص. برضه ما مستطيع. عنده شهرين. عنده شهرين بعرف أفطر. أيوه كويس. كويس. بعرف أفطر في الشهر ده. يلا دارنا نعرف السؤال. كويس جدا. دار تعرفي الفدية قدر شنو صح؟ الدين 6 أمتار ولا 5 أمتار؟ كويس جدا. خلاص حتسمع الإجابة. حتسمع الإجابة. يلا وعندي برضه أمي متوفية دار ختم لها المصحف. بحصلها؟ أيوه. تنزل إلى المصحف ودارة وقبلها عمرة برضو بتحصلها عمرة. كويس. طيب شكرا لك. مين من الجزيرة بيقول أخوتها مريضة عليها 6 سنوات مريض. ما صامت زوجها مريض. مرض مزمن وما عندهم استطاعة. يقول دي لا عليهم إطعام لا عليهم صيام. هذا ما عندهم استطاعة الاثنين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لو استطيع طبعا ما عليهم صيام. لكن لو استطيعين ماليا يطعم. ما مستطيعين ماليا ولا بدنيا لا عليهم صيام لا عليهم اطعام. ابوها برضو قالت له شهرين ما صام. هذا برضو ما دام مرض مزمن ابوها ده ولاده كان فيه مستطيعين يطعم عن ابوهم. طيب. يعني واجب على الولد يصرف على ابوه. نعم. يبقى واجب على الولد ده ليطلع الفديه لابوهم. والفديه لابد تتوزع ل 30 مسكين, ما يدوها لمسكين او مسكينين. لان الولد فتره 30 يوم لازم يطعم 30 مسكين. نعم. طيب هو عنده اظنه شهرين ما صامون يعني سنتين. اي خلاص اطعم 60 مسكين. نعم 60 مسكين. ان شاء الله تكون وضحت لك يا ميم.
سؤال ثاني، قالت امها متوفيه وهي دائره تنزل لها المصحف تختم يعني، ولو عملت لها العمره برضه يجوز. ايوه اي المصحف ممكن تغنى تهي اليوم ما يمشي السبب عند ان شاء الله، لكن العمره لابد تكون ادت عمره عن نفسها، بعد ذاك تعمل عمره لامها ما في معنى. يعني هي لما تمشي هناك تعمر اول شيء عن نفسها، بعد ذاك تعمل عمره لامها. نعم. طيب نرجع لموضوعنا يا شيخنا عن العفو عند المقدره، ونحن حقيقه بنشوف ناس كثار يعني ما من السهل الزول يعفو ويكون مظلوم يعني. اي صحيح. يعني دي الحكايه دي صعبه جدا، ودي معناها نحن نخاطب القلب. لابد ان تكون هناك اعمال يعملها الانسان حتى انه قلبه يكون رقيق. ما هو الزول اللي عنده طمع في الدار الاخره بيحب الجنه والنار وهم وشغل شاغل الدار الآخرة بيعمل الحاجات دي بيحفو ويصل من قطع ويعطي من حرمه ويعفو عن من ظلم، لأنه طمعان في الأجر والثواب من عند الله. لكن الزول المهمش الجنة والنار ما جايب لها خبر، وهم وشغل شاغل في الدنيا دي ما بيبهر الحاجات. يعني اسعى الناس المتخاصمين دي وما دارين الصالح دي، لو الزول عنده إيمان بالدار الآخرة والجنة والنار ما كان بيستمر على الخصومة، لأن دلالة على ضعف الإيمان. نعم. أنت ربنا أمرك بصلة الرحم وحذرك الرسول عليه الصلاة والسلام قطيعة الرحم، قال لا يدخل الجنة قاطع رحم. وحذر إنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين ويوم خميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، يقال انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. زول يقرا الاحاديث ويسمع يستمع لها ويستمر في المقاطعة والمخاصمة، ده دلالة ضعف الإيمان. طيب في ناس حقيقة بيسامحوا لكن بتحس ان المسامحة دي هي ما حقيقية او يعني قدام الناس بس. هاي صح، هاي في فعلا في ناس متخاصمين ويقوم يجوا اللقاويد يناقشوا الموضوع ده وفي النهاية يجبروهم على الصلح. الصالحون يلا قوم الزول الصغير يقوم يسلم على الكبير، خلاص عفى سلم عليه في راسه والسامح، خلاص الضيوف فرحوا قال الدين مهمة تمام. مش بجاي هو يقوم يقول لك أنا صالحت بخشمي لكن القلب خمرانة، خاصة الإنسان تقول لك سامحت بقلب بخشمي لكن القلب خمران. في القلب في إنا معناته ما عفت عنا ظاهرا وباطنا. وده غش للجاويد. كان أحسن كبير أظن. أي كانت غش للجاويد قال له خلاص سامحته، هاي تاريخ سامح بخشم ساكت بدون صالح بالقلب. لازم الزول يحفي ظاهرا وباطنا. طيب كيف الإنسان يصل الدرجة دي يا مولانا؟ لأنه الحكاية دي فيها صعوبة وفيها عنت شديد ومشقة. فيها مشقة. قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فأما من طغى تكبر ما دار يعفي ولا يسامح، أصل لا بيعفي ولا بيسامح، طغى وفضل الحياة الدنيا ومتعته على الدار الآخرة، هذا مصير الجهنم. وأما من خاف مقام ربه يتذكر وقوفه يوم القيامة قدام ملك الملوك قاهر الجبابرة، وربنا يسأل عن الصغيرة والكبيرة من عمله، ويتذكر قوله تعالى فهو ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. تذكر الآية دي ويتذكر موقفه ده، هذا في الحالة دي قلبه بلين ويخاف من الله، بيحفو ويعطي ويواصل ويعمل الحاجات الكويسة. سبحان الله. حقيقة في ناس بيتكبروا لأنه يكون عندهم مال وعندهم عربات ومالكين كثير، يقوموا يضطهدوا الناس الأقل منهم ولا كان ما بعفى عنه، ده بالنسبة لي لا يسوى شيء. أيوة التكبر دي خطورة طبعا. أي خطورة. طيب نحن عشان نصل لمرحلة الأعمال اللي يعني ما بتوصلنا لقسوة القلب دي، نشوف الأعمال اللي بتأدي لقسوة القلب عشان الناس تتجنبها. أيوة قسوة القلب عدم ذكر الله. يا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تكسروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كسرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. أبعد الناس من الله القلب القاسي. يبقى هنا ده كثرة الكلام، في ناس تلقى يتكلم كلام كثير في الحاجات اللي بتاعت الدنيا دي وملخبطة وجاي ونسي كلها ونسي خارج ما فيها شيء من الدين.
هذه إلا كثرة الكلام تؤدي لقسوة القلب. لكن الزول اللي بيذكر الله دائما كثر من ذكر الله وأكثر كلام في طاعة الله وذكر الله بلين القلب. قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وجراجل شكل النبي عليه الصلاة والسلام قسوة قلبه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له أنا قال له أرحم المسكين وأطعم المسكين وأمسح رأس اليتيم. هاي أطعم المسكين وأمسح رأس اليتيم. ده قلب بسيطة. هاي نعم. نأخذ معنا تلفون رحاب من عنبرة. مرحبا يا رحاب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ربنا إن شاء الله يديه والعافية يا أخي. الله يبارك فيك. آمين. يلا عندي سؤال. أيوة. عندي أختي زوجها متوفي عندها أطفال. يلا لايتان لدي بيقولون حاجات مثلا في رمضان زي السكر دقيق حاجات زي دي. أيوة. هي بتحاول بتدينا من الحاجات دي يعني لو نحن كنا فيها حاجة مثلا. أنت وضعكم كويس؟ ها؟ أنت وضعكم كويس يعني؟ يعني وضعنا وسط يعني. كويس. لكن بتكون بتلقى الحاجات دي كثيرة وتعملين في كل واحدة مثلا جابوا لها كرتونة مثلا بتكتب إنها تدينا معاه مثلا. أيوة. على الجزء يعني. أيوة. لو نحن كنا يعني الحاجات دي. كويس. باعتبارها طيب. طيب في سؤال ثاني؟ وبعدين برضه بالنسبه لموضوع الحلقه يعني المشاحنات والخصام مثلا في واحده اتخاصمت مع واحده ما قاعده اقدر يعني سامحها اعمل شنو؟ واحده يعني مالها؟ يعني قلت شنو في السؤال الاخير ده؟ قلت لك مثلا يعني لو اتناقشنا انا وواحده مثلا ما بقدر اسامح يعني لو شفتها بتذكر المشكله اللي حصلت ما بقدر اسلم عليها. كويس ما بتقدر تسامح. كويس. شكرا لك. شكرا جزيلا. رحاب من عبرة حقيقة سؤالين مهمات والله حقيقة. في واحد في موضوع الحلقة والثاني برر الموضوع لكن مهم انه نتحدث عنه. قالت اختها زوجها متوفي وعندها اطفال طبعا. أي. والناس بتصدقوا عليها. أي 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 سكر أي الدقيق كده يعني. أي أي. حاجات كثيرة بتجيها يعني باعتبار انها هي ام لاطفال ايتام. وهي قاعدة معهم في البيت. ايوه مرات بتديهم من الحاجات البديهيه دي اولاد. ايوه هل قالت يعني بس ما تدي كثير يعني بالمعروف يعني دم الايتام وهبه ايام من الناس ذيلا للايتام. يبقى يعتبر دم اليتيم ما ملكوه اياه. الدوخ اياه دي لامهم دي للايتام دي يبقى ده تحافظ عليه. لكن اذا كان جرايم دولة حاجه بسيطه جات حاجات كثيره مثلا ندتهم حاجه شويه منها ما في معنى. لكن عايشين في بيت واحد هو السكر والشاي وال لا حلتهم واحده. اي حلتهم اذا كان واحده اللي هم بيدفعوا لكن ما يكون أكل. طبعا قال تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم وإخوانكم. يبقى هند زمان كان لما نزلت الآية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما آخر الآية الناس بفرقوا مال اليتيم بقى عملوا له حل تبراء ودوك تبراء وأكلوا براء ما بتشاركوا. لما نزلت مشقة للصحابة. أيوة. إن يعمل حلة اليتيم براء ودوك تبراء. نزلت الآية قال تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. يبقى هنا دا ناس عيلة في البيت على دفاع ايتام والناس يكون حلة واحدة دوكة واحدة. لكن يكون زي عاملين ميز العزاب بس لما يكونوا ساكنين في بيت عزاب. أيوة. مش بيعملوا ميز مشاركة. كل زول يدفع قدر هنا يبقى ديلك كلهم بيدفعوا ما في مانع يخلي ياكلوا سوا. اي ما في مانع لكن بس ما يحصل على اليتيم وهم يصرفوا يعني يمسكوا بس يعيشوا على مال اليتيم لا بتاكل بالمعروف. نعم نعم ان شاء الله وضحت. طيب هي قالت مرات بتحصل مشاحنات بينه وبين صديقاته وقريباته كذا لكن قالت ما بتقدر يعني تسامح. كل ما تشوف الزول الشاكله ده او الشاحنه معه ده هي بتحس انه بتغضب غضب زياده. كيف تطلع من المساله؟ الغضب في ساعه الساعه دي معناته غضب لكن بعد شوي المفروض تنسى. الزول يغضب البشر لكن بعد شوي الغضب راح تسامح تحفظ. قالت ما بتقدر تسامح. هذا معناته تراجع نفسها. تراجع نفسها لانه يعني زول الطمعان في الدار الاخر داير ثواب الله. ما بفرق ما بيضيع الفرصه زي دي. فرصه. نعم. فرصه الزول ما يضيع. نعم هو طبعا احنا برضو يعني مرات داير تحمل قوه تحمل يعني كظم الغيظ ده شيء مهم انه المرات يتجاوز عنه. من كظم غيظا وهو قادر على ان يفيد الحديث. ورد حديث عن في سنن الترمذي
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر أن ينفذه دعاه الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الأولين والآخرين حتى يخير من الحور العين ما شاء. يا سلام، أجر عظيم، أجر عظيم. أي يبقى درجة عالية يعني كظم الغيظة، لأنه هنا ما في دور كظم الغيظ معناته شنو؟ زول زعلوه، أكلوا حقه، ظلموا، قصروا في حقه. كظم غيظه معناته كتم، كتم معناته ما شكل يزول ولا دعاه ولا فكر في الانتقام ولا تمنى انه يحصل لشر. هذا كظم الغيظ. ما في زول تلقاه زول زعل يمشي يشكل اذا فلان سوى لي فلان سوى لي فلان سوى لي، يبقى ده ما كظم غيظه. قام دعا الله يسوي ليك او يسوي ليك، برضه ما كظم غيظه. اي فكر انه ينتقم منه، برضه ما كظم غيظه. اتمنى تصيبه مصيبه طقه عربيته كله، ما كظم غيظه. كظم الغيظ انك كانه ما حصل شيء، بس تقزم لا تدعي ولا تشكي لزول ولا تتمني له شر ولا تضمن له شر. ده كظم الغيظ الحقيقي. سبحان الله، درجه عاليه دي. لكن نعم، طيب التجاوز، زول كيف يستطيع يتجاوز عن الحاجات دي رغم انه هي يعني دايره زول يعني بس صدقة. يتذكر الثواب اللي حياخده في الدار الاخر. ان زول لما يعمل العمل الدار ده يعفي ودار طمعان في ثواب الله بيعفي. هاي لا بقدر يعفي لانه طمعان في الثواب. الثواب طبعا ده اجر عظيم. اي ما نزول الدائره الاخر بيسعى للدائره الاخر ما بيضيع اي فرصه تقرب من الله، تقرب من الدائره الاخر ينتهي ذا. نعم، جزاك الله خير شيخنا. سنعود الى مشاهدينا الكرام في هذه الحلقه من برنامج فتاوى، ابقوا معنا بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه الحلقة من برنامج فتاوى بصحبة شيخنا الجليل دكتور محمد أحمد حسن. حقيقة بدينا حديثنا عن العفو عند المقدرة وتكلمنا في موضوعات كثيرة جدا وتحدثنا عن الأسباب اللي بتؤدي إلى الغضب. ونحن الرسول صلى الله عليه وسلم حثاني أنه ما نغضب خاصة هذا الشهر الكريم. فعلا صحيح، يعني الغضب ذاته فيه يعني بيدخلنا مداخل الشيطان. كيف نتجاوز؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: لا تغضب. فكررها مرارا قال: لا تغضب. يعني شوف زول ما يغضب لأن الغضب من الشيطان. وجبرد عن أبي صرمة أن بينما كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجلان يتسابان وجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفق أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رواه مسلم. يعني مع الحديث أنه الصحابيين اثنين بيشاكل مع بعض، واحد من شدة الغضب عيونه بيقول حمر يضم دل انتفخن من شدة الغضب. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنا بعلم كلمة. الزول ده لو قال الكلمة دي الغضب ده كان يروح منه. قال له هو: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى نصيحة لكل أخواننا وأخواتنا، أنت حسيت بغضب، زول استفزاك أو حصلت لك حاجة تزعلك، دارت الغضب دروح منه، قول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طوال الشيطان ينخذ لفوت منه. سبحان الله، الغضب من الشيطان. نعم. طيب احنا في نهار رمضان ده حقيقة دارين الناس يعني من التزم التزام شديد جدا، حتى انه الكلام الكثير ذاته مرات ما كويس يا شيخ. صحيح، يعني الصمت مرات هو يعني وجاء من كلام كثير جدا، حديث كثير جدا. كيف حث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نصح الرأي قال: لا تكثر من ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وأبعد الناس من الله القلب الغاز. وبرضه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا كنت يا مؤمن تؤمن بالله واليوم الآخر، لما دار تتكلم فكر في الكلام قبل ما تتكلم، ولقيت الكلام ده فيه مصلحة خير ليك أو لغيرك للمستمع قوله، لقيته لا فيه فايدة ليك لا غيرك بل فيه مضر خليه. من
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم. طيب إحنا في نهار رمضان ده مرات بنشوف كثير الناس في الأسواق معسخان وناس في السواقين في العربات. ما صحيح. أحيانا بتشاجر وشجار شديد جدا. صحيح. يعني زول الصايم يعني مفروض يعمل شنو عشان ما يقع في الأحوال. أي صح. ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفس ولا يصخب. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. أصبحت أنت صائم التزم بأحكام الصيام التزم بآداب الصيام. يزول داري شاكلك ويضاربك ويطلع معك كلام نبذ وكذي وله إني صائم إني صائم كرر مرتين. قالوا معناته يقول لي زول يا أخي أنا ملتزم بآداب الصيام ما منزل أشتمك زي ما شتمتني ولا بدعي زي ما دعيتني لأن أنا ملتزم بآداب الصيام. قالوا الكلام دي يقول لي زول داري شاكل يقول لي لنفسه. أيوة. كمان يقول لي نفسي يا نفسي انت ما ملتزم بآداب الصيام وعك تنزل الى مستوى الهريد ما بيلق بيكي انت صايمه. نعم. يدي نفسه هرشه ويدي للدول الثانيه هرشه. يا سلام. يا سلام. طيب قبل ما نرجع للموضوع ده معانا مدثر من ام درمان. مرحبا يا مدثر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا مرحبا تفضل. عندك سؤالين؟ قال انه اذا كان زول في الصلاه ورا الامام ما قصد بالعقل الله اكبر بس تقوم عليه امام. نعم. اذا كان زول ورا الصلاه ورا الامام في الصلاه. اذا كان شنو؟ الزول ورا الامام في الصلاه. ما واضح صوتك حقيقه ما واضح لي. اذا كان زول في الصلاه صلاه في الصلاه ايوه ورا الامام ما قصد بالعقل الله اكبر الله اكبر عليهم لكن ترفع بس بس في الصلاة طلع مصحف ولا أنا ما سامع كويس؟ قلت لك أزول ورا الإمام في الصلاة ما كبر؟ ما بكبر ورا الإمام ولا ما بكبر ورا الإمام لكن بركع ما بكبر ورا الإمام يعني ده المأموم. أيوه. تقصد تكبيرة الإحرام ولا التكبيرات اللي أثناء الصلاة؟ لا لا التكبيرات الثانية. أيوه أيوه. السؤال الثاني طيب عندي سؤال ثاني. أيوه. السؤال الثاني ممكن تاكل مع زول مصلي تاكل معاه في صحن واحد. ايوه تاكل مع زول مصلي. أيوة. ممكن تاكل معاه. ايوه واحد. جدا جدا شكرا يا مدثر شكرا. دي حقيقه هو سؤاله ده قال كثير من المساجد الان بس بيكون هو الامام اللي بيكبر يعني ما في الماموم ما بقول وراه يعني الله اكبر. اي تقصد التبليغ خلف الامام. اي التبليغ خلف الإمام يعني بصوت عالي الإمام قال الله سمع الله لمن حمده. نعم. ويبيع صوت عالي ربنا ولك الحمد ده اسمه التبليغ خلف الإمام. أيوة. عند المذاهب الأربعة قالوا إذا كان المامومين بيسمعوا صوت الإمام التبليغ مكروه. ما بيسمعوا صوت الإمام التبليغ مندوب. هذا كلام العلم يبقى ما نشدد في المواضيع دي. يعني هي لو يتعمل ما في مشكله ما في مشكله لكن ما نشدد يعني نخليه زائد اذا بيسمعوا صوت الإمام العلم كلام واضح. اذا المامومين كلهم بيسمعوا صوت الإمام ما في داعي للتبليغ. ما بيسمع واحد يبلغ. ايوه. طيب بيقول هل يعني يجوز انه الواحد ياكل مع شخص لا يصلي الاكل والشرب؟ تاكل معاه دام جارك جميل صاحبك زميلك تاكل معاه وتنصح. تنصح لانه لو هجرت ما اكلت معاه حيمشي لبنو للناس الزيه والزيه يقطع فوقك وما بيصلي. لكن انت اكل معه وانصحه. انصحه قول له يا اخي صلي عماد الدين يمكن يتاثر بك تقدم له النصيحه عسى الله بنصيحتك له ربنا يهدي وتدعو له. نعم. بالهدايه. نعم نعم. طيب نرجع لشرحنا اللي باقي الحديث اللي هو قلت اذا من سابه احد فليقل اني صائم اني صائم اني صائم. اي اي يرددها مرتين يعني يقول له زول داري شاكل يا أخي أنا ملتزم بآداب الصيام ما منزل أشتمك وتشتمني وندخل في مشاكل. لا أنا زول ملتزم بآداب الصيام. ويقول لي نفسه برضه يقول لي نفسه أنت ملتزم بآداب الصيام ما تنزلي ذاتها شاكلي زي مشاكلي وهكذا. طبعا من حسن إسلام المرأة هو العفو والصفح والتسامح. يعني عشان الإنسان ده قياس من حسن إسلام المرأة تركه ما لا يعني. ده لما حسن الإسلام المرء وتركه ما لا يعني. أنا تترك الحاجة ما بتهمك. يعني نحن محتاجين حقيقة لإحياء السنن يا شيخنا. المسائل مرات الناس بينسوها ونحن محتاجين للتذكير لأنه الأشياء دي هي بسيطة وأجرها عظيم جدا جدا. صحيح. يعني إحياء الأشياء دي
محتاجه لمداومه زوج، كيف يعني يقدر يداوم على الاعمال الصالحه؟ لانه صار بس يكون اذا طمع في الثواب، مثل لما يكون طمعان في الثواب في الاجر من في الدار الاخره يفتش الفرص. زي زول التاجر يفتش البضاعه بتجيب له ربح كثير يشتريها، وطول يضرب تلفونات السلعه الثانيه والسلعه الثانيه شغال في السوق. هو اصلا فعلا الناس محتاجين والله الدائره الاجر ودائره الثواب الدائره الاخره، ففتش في الحسنات اللي تجيب له الحسنات يعملها. يعني كل ما لقى فرصه بتاعت حسن بيعملها، زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام قال لي عبد الله بن عمر قال لي كن في الدنيا كانك قريب او عامل سبيل. وكان ابن عمر يقول اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، واذا امسيت فلا تنتظر الصباح، خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. شوف ده نصيحة اللي عبد الله بن عمر تكمل يعني زاد في الحديث. قال له إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، معناته مسلم أصبحت الصباح لقيت لك فرصة عمل تجيب لك حسنات، ما تقول خليها أسوي بالليل، سويها هسه يمكن يجي الليل لقاك متى. لقيت لك فرصة عمل أنت بالليل، لقيت فرصة عمل بقول خليها أسويها الصباح يمكن تموت سويها. أي إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت لا تنتظر، خذ من صحتك لمرضك. في حالة الصحة استعيد، يمكن يجيك مرض يعطلك من العمل الصالح، انت فرصة الصحة كتر من حسناتك. ومن حياتك لموتك، انت ما بعد شوي حتموت، اعمل لك عمل ينفعك في الدار الآخر. الزول عند الطمع ذا ما بيضيع له فرصة اي عمل. طيب ناخذ معنا تلفون من الجزيرة. معنا من الجزيرة؟ الو مرحب. معك سهام. ايناس؟ سهام من الجزيرة. مرحب بك. بسأل من صلاة العشاء. صلاة العشاء؟ البنات الشباب يعني دار أصلي العشاء وأصلي الصبح، ولو صليت الجمعة برضو لو كنت لابسة مستشمع. الصلاة ما لها يا ناس ولا منو؟ قلت لك صلاة العشاء في الجامع لبنات الشباب يعني السن الصغير. ايوه مالهم؟ نحن شباب صغار، بنات شباب صغار. ايوه مالكم؟ يلا دار اصلي العشاء ودار اصلي صلاة الصبح ودار اصلي الجمعة بس محتشم. طيب المشكلة وين؟ يلا دار اشوف الشيخ بقول له شنو عندي بوي ماشي العمرة يعمر. لا انت بتقصدي المشي للمسجد يعني؟ صلاة في المسجد؟ بتقصدي ايه؟ في المسجد. ايوه طيب يلا عندي ابوي، ابوي ماشي العمرة. ابوي ابوك ماشي العمرة؟ ايوه. الو ايوه معاك. ابوي ماشي العمرة وعنده ابوه وامه متوفيين داري وقبلهم العمرة الاثنين. ايوه كويس. وعنده مرته متوفية. مرته وامه وابوه. ايوه وامه وابوه داري وقبلهم ثلاثة يعني، داري عمر لثلاثة اشخاص ولنفسه يعني. يلا مرته بجوز انه قبلها. جدا جدا شكرا جزيلا. بتسال طبعا عن الصلاه، صلاه البنات الشباب في المسجد، قالوا يمشوا يصلوا التراويح والعشاء تقريبا، وصلاه الصبح برضه يجوز للبنات الفتوات يمشوا المسجد يعني. ما اذا كان في الجم هيا والمسجد قريب وما في دول يعاكسهم ولا اي شيء يمشوا، لو ما خاف يعني. اي ما خافوا، المسجد قريب وفي امان وفي في طمانينه، في المسوان معاهم بيصلي ما في مانع. لا ترى الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا تمنعوا اماء الله من مساجد الله. وفي حديث ثاني اذا استاذنكم نساؤكم الى المساجد فاذنوا لهن. وفي حديث ثاني بين صلاه المرء في بيته افضل من صلاته في المسجد حسب الاحوال والظروف. طيب بتسال برضه، قالت ابوها ماشي العمره ان شاء الله ربنا يتقبل منه، وابوه وامه ميتين وزوجته. أيوة. يعني ممكن يعمر عليه عنهم يعني ممكن في عمره. أيوة بس يأدي عمره عن نفسه بعدين، هو يأدي عمره واحد يقسم بيناتهم ما في معنى. أجره هيكون واحد ولا؟ طبعا متعب الحكاية دي صعبة. هو مخير بين اثنين، إذا عنده مدة يقعده في المملكة هناك يأدي عمره عن نفسه، ينجمع بعدين تاني عمل عمر يديها لابوه، تاني نجمع عمره لجده يمشي التنعيم طبعا ويجي راجع. لا اي داخل مكه ده كله.
لا لما يعمر على نفسه طبعا يتحلل من العمر الاولى طبعا. أي ثاني يمشي التنعيم يحرم بعمره جديده ويؤديها ثاني وهكذا ثلاث عمرات. ممكن تتعامل الحكايه هذه خلال يوم يومين بتتعامل يعني لو صحت تمام. لا مشقه شديده لا يعني مشقه او فيها كلفته مشقه وكلفته لان لازم العمر عنده ثلاث اركان الاحرام من التنعيم لنزول الدخل مكه ويمشي يطلب البيت ويسعى بين الصفا والمر ويجي يحلق يقصر وثاني وهكذا يعني ممكن يعمل عمرتين في اليوم بس. ايوه طيب قالت هل يجوز لمرته اذا كان قلنا لامه وابوه بتجوز مثلا لمرته يجوز ما هي اسمع العمل ده مصالح ده ملك ليك انت أيوة. تهب ليزول زي ما داير لكن كما توزع عملك وتقعد ساكن طيب انا لما نعمل عمره لشخص هل انا برضو عندي نفس الاجر ده؟ ما نفس الاجر ما انت بالملك ده القلم اللي في ايدك ده اديته ليزول أيوة. عندك ثاني فيه طريقه وخلاص انت وهبت ليزول العمرة دي عملت عمرة لنفسك ده حقتها عملت عمرة وهبتها لزول خلاص الملكية سواء انتقل منك لزول ده أيوة. معنا تلفون تاني ألو ما معنا تلفون طيب نرجع نحن كنا نتكلم عن التسامح تقريبا يا شيخنا الحديث كنا نتكلم عن كيف الإنسان يدرب نفسه على العفو التدريب ده ما مهم ما التدريب على العفو والمقدرة التدريب ده يأتي من المحبة بتاعت الدار الآخرة الزول طمعان في الدار الآخرة كررين الكلام ده كثير أي فرصة عمل لقاها قدامه ما بيخليها بيسويها زي التاجر الماهر لقى له فرصة في بضاعة بيفوتها بيشتريها كان فيها ربح كذلك التاجر للدار الآخرة الحرص مهم لكن القلوب بعد تنسى يا شيخنا الأعمال الطيبة العمل الطيب للناس بينسوا كيف يتذكروا التذكير ده يكون الدروس ده للزول اللي عنده طمع أيوة. يعني الزول اللي ما عنده رغبة في الدار الآخرة بيتكاسل مرات عدم المعرفة أحيانا مرات الناس ما يكون عارفين لما بده الزول المسلم ده لازم يعرف أمور دينه لازم يتفقه في أمور دينه ما يقعد كده ساكت يسأل مثلا خلال الحياة واضحة الحياة واضحة انت عارف العمل ده فيه ثواب وده فيه عقاب والحلال بين والحرام بين كل الامور دي سهلة مرات الجروب دي هي فيها الران وفيها يعني فيها الظلمة بتحصل يعني الزول يجليها كيف تجليها يلا بذكر الله بالطاعة بالاستغفار بذكر الله بقراءة القرآن جزاك الله ألف خير شيخنا الجليل محمد أحمد حسن كانت هذه هي يعني نقاط للنقاش حول هذا الموضوع العفو عند المقدرة ونحن في شهر كريم نتمنى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يعفو وتكون العفو عند المقدرة وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى منا هذه الأعمال في هذا الشهر الكريم أشكركم مشاهدينا على المتابعة على أمل أن نلتقي بكم إن شاء الله غدا في حلقة أخرى من هذا البرنامج أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.